بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين أبناء الطلبه سنقوم بانجاز هذا التمرين الذي هو عنوانه داله لوغاريتميه اسيه زائد المناقشه البيانيه اذا عندنا قال نعتبر داله اف المعرفه على ار كما يلي اف لإكس تساوي لنا لوغاريتم اثناء اسية اثنان اكس ناقص اسية اكس زائد واحد سي المنحنى الممثل للدالة اف في معلم متعامد ومتجانس السؤال الاول قال ادرس نهايات الدالة اف عند ناقص ما لا نهاية وزائد ما اذا ننطلق على بركة الله في الاول اذا نقول ليميت اذا ننطلق هنا في حساب النهايات نقول ليميت عفوا لاحظ جيدا نقول ليميت اف لاكس لما الاكس في الاول يؤول الى الناقص ما لا نهايه ماذا تساوي لنا ابنائي تساوي لنا ليميت لاحظوا لان اللي هو لوغاريتم اثنان اكس ناقص أسية اكس زائد واحد هكذا نتابع لما الاكس في الاول يؤول الى الناقص ما لا نهايه ونجعل هكذا اقواس هنا نعلم ابنائي أن عندنا بعض النهايات الشهيرة اللي هي ليميت لاحظوا ليميت أسية إكس لما إكس يؤول إلى الناقص ما لا نهاية معروفة أنها تساوي لنا صفر إذا ماذا ينتج أبنائي؟ ينتج أنه لاحظوا جيدا تصبح ليميت لاحظوا ليميت أسية إثنان إكس لما الإكس يؤول إلى الناقص ما لا نهاية كم تساوي؟ أكيد لو نريد يعني تبسيطها نقول ليميت أسية إكس الكل مربع لأن جداء القوتين يساوي قوة القوة لما الإكس يقول إلى الناقص من النهاية لكن نحن تصبح هذه كم أبنائي تصبح كأنما هنا صفر لأن أسية الناقص من النهاية هي الصفر الكل مربع أكيد سوف تعطي لكم ماذا سوف تعطي لنا صفر وعندنا إذا لاحظوا جيدا إذا هذا هذا الحد ذهب إلى الصفر كذلك ناتي الى ليميت لاحظوا ليميت ناقص اسيه الاكس لما الاكس يؤول الى الناقص ما لا نهايه كذلك تعطي لنا صفر في ناقص واحد اللي هي صفر كذلك ابنائي هنا هذه ذهبت الى الصفر لاحظوا ماذا بقي لنا بعدما نعوض تصبح تساوي يعني كليا ليميت او لان بكل بساطه لان الكل ذهب الى الصفر تصبح لان ماذا لاحظوا هذا الى الصفر وهذا بقي لنا واحد ولوغاريتم الواحد مشهور انه يساوي لنا الصفر بهذه البساطه فقط ابنائي يعني هنا حتى ابسط لكم هذه الى الصفر وهذه الى الصفر لاحظوا ماذا بقي بقينا لوغاريتم ماذا لوغاريتم واحد ولوغاريتم الواحد بالاله الحاسبه سوف يعطي لكم صفر اذا هنا ماذا يمكن ان نقول كتفسير بياني التفسير البياني, التفسير البياني. التفسير البياني لهذه النهاية التفسير البياني أكيد أبنائي هو ي يساوي لنا صفر لأن لاحظوا انطلقنا من ما لا نهاية ووجدنا عدد ثابت أو قيمة معلومة نقول ي يساوي صفر مستقيم مقارب كيف هو أبنائي أفقي وهو حالة استثنائية في هذه الحالة اللي هو محور محور ماذا؟ محور الفواصل اللي هو إكس إكس فتح بكل بساطة أبنائي فقط هذه فيما يخص عند الناقص ما لا نهاية الآن بعدما وجدنا عند الناقص ما لا نهاية نأتي إلى الحالة الثانية عند الزائد ما لا نهاية نتابع جيدا أبنائي بكل بساطة عندنا نقول ليميت لاحظوا ليميت أس لان أسية اثنان إكس ناقص أسية الإكس زائد واحد هكذا لما الإكس يؤول إلى الزائد ما لا نهاية نجعل هكذا الأقواس حتى تكون أمورنا منظمة هنا لا نعوض مباشرة عندنا بعض النهايات كذلك اللي هي ليميت لاحظوا نكتبها هنا حتى لا تختلط ليميت أسية الإكس لما الإكس يؤول إلى الزائد ما لا نهاية قيمة مشهورة اللي هي زائد ما لا نهاية يعني هنا لا نعوض تعويض مباشر هنا كم تعطي لكم تعطي لكم زائد ما لا نهاية وهنا كم أبنائي زائد مع الناقص يصبح ناقص نهاية حالة عدم التعيين لأن الناقص ما لا نهاية مع الزائد ما يعطي لكم حالة عدم التعيين فيه طلب كثيرون يقولون حالة عدم توجد كثيرة هي أربع حالات لاحظوا ما هي أبنائي حالة عدم التعيين هي الصفر في المال نهاية لا يهم زائد أو وعندنا لاحظوا ناقص زائد ما لا نهاية مع الناقص ما لا نهاية أو ناقص ما لا نهاية مع الزائد ما لا نهاية هذه حالة واحدة يعني وعندنا صفر على صفر وعندنا ما لا نهاية على ما لا نهاية إذا كم من حالة يوجد لنا أربعة لا تقول خمسة ها هي واحد وها هي الاثنان لأن هذه وهذه بنفس وعندنا هذا على هذا وعندنا هذا على هذا أما بقية فليس حالة دمتعين إلا أنك يمكن لك إكمال العمل حتى تستنتجها نتابع جيدا هنا أبنائي هنا لما عوضنا مباشرة ظهر حالة دم نقول تساوي ليميت لاحظوا ما رأيكم نكتب كذا لان ونفتح قوس ونستخرج الأسية اثنان إكس كعامل مشترك أسية لاحظوا 2 إكس كعامل مشترك هنا في الداخل فقط هنا ماذا ينتج؟ ينتج واحد ناقص واحد على أسية الإكس زائد واحد على أسية اثنان إكس يقول أحدكم لماذا يا أستاذ أعد النشر تجد أن الكلام نفسه حقيقي لما الإكس يقول إلى الزائد ما لا نهاية يا أبناء نعم فيه طلب كثيرين يقولون يا أستاذ لماذا أعد النشر هذا في هذا كم يصبح أسية اثنان إكس وهذا في هذا كم ينتج؟ ينتج أُسِيّة اثنان إكس على أُسِيّة الإكس، وهذه ما هي؟ هي الأُسِيّة إكس في أُسِيّة إكس على أُسِيّة الإكس، يختزل هذا مع هذا، ظهر نفس الحال، أما هذا مع هذا، لما نضع أُسِيّة اثنان إكس هنا أبنائي يختزل هذا مع هذا، يعني لم نفعل شيء قط، هذه بكل بساطة، يعني تعلموا كيفية استخراج العامل المشترك بطريقة بسيطة. أبنائي عندنا إذا ماذا ينتج؟ ركزوا أبنائي تساوي عندنا بعض الخواص في الدالة اللوغاريتمية عليكم أن تتذكروها اللي هي لان أ في ب حيث الأول بعدد عددا موجبا تماما، أ موجب تماما و وبي موجب تماما تساوي لان أ زائد لان بي، هذه خاصية فقط. إذا هكذلك هذه يمكن أن نطبقها على هذه الحالة. ما هو الأ وما هو البي؟ ها هو الأ وها هو البي. ماذا ينتج أبنائي؟ ركزوا أرجو تصبح تساوي لنا ليميت لا ننسى دائما ليميت هكذا لما الإكس يؤول إلى الزائد ما لا نهاية. عندنا تصبح لان أُسية إثنان إكس هكذا زائد لان واحد ناقص واحد على الأُسيه زائد واحد على الأُسيه اثنان إكس، أُسيه اثنان إكس هكذا، ونغلق القوس يعني هكذا لأنه خاص بالله هنا الأمور قد بدأت تتضح جليا، نتابع أبنائي كيف نكمل العملية، تصبح تساوي ليميت لا ننسى كلمة ليميت إكس يؤول إلى ماذا؟ إلى زائد ما نهاية. عندنا من خواص كذلك اللوغاريتم عليكم ان تتذكروها اللي هي ماذا؟ اللوغاريتم لان أ آه الكل قوة ان حيث الا دائما عد موجب. هذا عنده الحق ان ينزل الى هنا تساوي حيث الا هو قيمة معلومة يعني لا نقول اكس، اما الاكس شيء اخر، لما كان الاكس اذا كان فردي شيء واذا كان زوجي شيء اخر. نتابع جيدا يصبح ماذا ابنائي تصبح لنا تساوينا ان في لوغاريتم ماذا؟ أ؟ آه حيث ا قيمه موجبه تماما كذلك هنا يمكن ان نقول هنا ماذا ينتج؟ ان هذه القيمه يمكن ان تنزل الى هنا ماذا ينتج؟ ينتج هكذا ينتج اثنان اكس في ماذا؟ في اللوغاريتم الاسيه وتعلمون ان اللوغاريتم الاسيه اللي هو كم؟ واحد زائد هذه نتركها كما هي لان واحد زائد ناقص واحد على الاسيه اكس زائد واحد على أسيه اثنان إكس هكذا أبنائي الآن ما علينا هذه قلنا أين هذا هذه القيمه كم تساوي؟ قلناها أنها تساوي لنا واحد ليس الصفر تعالوا الآن نكمل التعويض يعني كل الأمور ها هي بدأت تظهر جليا أبنائي نتابع الآن كيف ينتج تساوي لاحظوا عندنا أصبحت كأنما هنا مجموع دالتين يساوي مجموع النهايتين لاحظوا ها هي اذا ها هي دالة وها هي دالة أخرى ماذا ينتج أبنائي نبدأ بالأولى نبدأ اذا بهذه حتى يظهر لكم جليا العمل تصبح اذا ليميت هذه ليميت نكتبها أمامكم هي واحد عفوا ليس الواحد ليميت لان واحد ناقص واحد على أُسِيّة إكس زائد واحد على أُسِيّة إثنان إكس لما الإكس يؤول إلى الزائد ما لا نهاية. كم تعطي لكم أبنائي؟ هذه واحد على نهاية صفر. وهذه كذلك نحن عند زائد ما الصفر ماذا بقيت؟ بقيت لنا لوغاريتم واحد. لوغاريتم واحد قيمة معلومة هي الصفر. إذن هذه ذهبت إلى الصفر. نأتي إلى النهاية الثانية. اللي هي هذا الجزء. ليميت اثنان اكس لان اللام الاسيه ذهب الى الواحد لا يعني لا يحدث شيء لما الاكس يؤول الى زائد ما لا نهايه كم تعطيكم ابنائي اكيد سوف تعطي لكم زائد ما لا نهايه اذا النهايه الكليه لهذه الداله واحدة أعطت لنا صفر والأخرى ما لا نهاية مباشرة تساوي كم زائد ما لا نهاية فقط والتفسير البياني ان لا يوجد مستقيم مقارب افقي في هذه الحاله، سوف نلاحظ ربما يوجد مستقيم مقارب عمودي، مستقيم مقارب مائل. نتابع. الان بعد ما اكملنا مع النهايتان سوف نتطرق الان الى الدراسه. قال عين الداله المشتقه للداله اف. اذا نقول تعيين اف فتحه هذا هو المطلوب يعني الدالة المشتقة اللي هي تعين بكل بساطة اف فتحة هنا أبنائي الدالة ما هي الدالة اللوغاريتمية زائد الدالة أسية في بطنها لاحظوا ها هي الدالة ها هي العبارة هذه العبارة لو نأتي ونقوم باشتقاقها أولا تذكروا معي شيء لان اف لإكس ركزوا أرجوكم يعني الدالة داخل اللان مشتقاتها ماذا تقول؟ ها هو اللان بداخله دالة، لا يهم هذه الدالة مع احترام مجموعة التعريف. تساوي أن اف فتحة لإكس على اف لإكس فقط. بهذه البساطة المطلقة، يعني اللان لا يبقى له نصيب في هذه المشتقة. عندنا أمر آخر اللي هو مشتقة الدالة الأسية، أسية اف لإكس. يعني هكذا أسية اف لإكس، ما هي المشتقة؟ المشتق يعني هنا رمز المشتقة هكذا يساوي لنا مشتق الذي هنا بالأس اللي هو اف فتحة لإكس في أسية اف لإكس لاحظوا معنا الشيء الذي زاد فقط زاد هذا الشيء على هذه العبارة فقط تعالوا الآن نقوم بعملية الاشتقاق ابنائي إذا نقول ركزوا نترك العبارة كما هي ها آه هي أمامكم وتعالوا نقوم باشتقا نقول f فتحة لإكس تساوي أولا نضع خط كسر لغة لوغاريتمية تقول القاعدة مشتق ما بداخل لان اللي هو هذا تعالوا نشتق هذه القيمة كم يا أبنائي مشتق أسية اثنان إكس هي اثنان أسية اثنان إكس مشتق الناقص الأسية هو الناقص الأسية طبقا طبقوا هذا القانون فقط. هذا الذي أشير إليه. معناه هنا ماذا يمكن أن نكتب؟ نكتب اثنان أسية اثنان إكس ناقص ماذا؟ ناقص الأسية. أسية إكس. لماذا يقول أحدكم؟ لأن قلنا مشتق اثنان إكس يا أبنائي هو مشتق الذي فوق مكان اثنان وأعيد كتابة العبارة. أما مشتق الأسية ما هو؟ يساوي مشتق الإكس كم؟ واحد في الأسية. يعني لا يحدث شيء فقط. ودائما أريد أن أشرح كل شيء حتى لا يبقى لك شيء في ذهنك يعني تساؤل يعني تكمل الفيديو وأنت فرحان إن شاء الله. إذا ماذا يعطينا على العبارة؟ على ماذا؟ على إف لإكس. إف لإكس اللي هي هذه هي العبارة. هي أُسية اثنان إكس ركزوا ناقص أُسية إذا أُسية اثنان إكس ناقص أُسية إكس زائد واحد. ها هي المشتقة. بأبسط طريقة كانت. الآن نأتي قال عين الدالة المشتقة إذا ها هو تعيينها بكل بساطة أبنائي هذه التي أضعها هنا في إطار هذه هي الدالة المشتقة ثم قال أدرس إشارة F فتحة ل X تابعوا جيدا أبنائي الدالة أكيد قابلة للاشتقاق على R يعني على مجموعة تعريفها لا جدال إذا نتابع إذا نقول إشارة اف فتحه لإكس تابعوا جيدا لو ناتي إلى المقام المقام أبنائي هذه القيمة في المقام كلها قيمة موجبة مهما كان ولهذا قال الدالة هذه هذه الدالة أنها معرفة على ار ما معنى معرفة على ار أنها بما أن الدالة لوغاريتمية كل ما في بطنها موجب أكيد هذه القيمة مهما كان تكون موجبة، لماذا؟ لأن قال مجموعة التعريف آر، يعني كل القيم تحقق. وخذ أي قيمة وضعها هنا في مكان الإكس وهنا سوف تجد القيمة موجبة مهما كان. إذا المقام بدون استثناء أنه موجب تماما. تابعوا أرجوكم. إذا هنا بما أنه موجب. ماذا نقول؟ نقول أُسية اثنان إكس ناقص أُسية إكس زائد واحد. قيمة موجبة تمام فإن إشارة إف فتحة لإكس من إشارة ماذا أبنائي؟ من إشارة البسط البسط ما هي إشارة البسط؟ إشارة البسط أولا نأتي قيمة البسط ها هي أمامكم أبنائي هذه هي قائمة البسط تصبح تساوي اثنان في أسية اثنان إكس ناقص أُسية إكس. نجعلها تساوي الصفر، تابعوا جيدا، يعني نريد أن نبحث عليها أين تساوي الصفر. ما رأيكم الآن أبنائي لو نستخرج الأُسية كعامل مشترك؟ ركزوا، يقول أحدكم كيف يا أستاذ؟ تابعوا اثنان، أُسية اثنان إكس ما هي؟ هي أُسية إكس في أُسية إكس. قوموا بجمع الأسس، سوف تجدون اثنان إكس. ناقص أُسية إكس يساوي الصفر. تعالوا الآن أبنائي نستخرج من هنا عامل مشترك ومن هنا عامل مشترك لأن الحد هو ها هو هنا بالذي باللون الأحمر نستخرجهم كعامل مشترك إلى هنا ماذا ينتج أبنائي؟ ينتج أُسية إكس ثم نفتح قوس في ماذا؟ في إثنان أُسية إكس ناقص واحد يساوي الصفر. أعيد النشر تجد الكلام أنه حقيقي لكن ماذا قلنا عن الأسية الأسية إكس دائما قيمة موجبة تماما معناه أكيد الذي يعدم هذه القيمة أو يؤثر عليها أبنائه هو هذا الذي بقي هنا بداخل القوس إذا نكمل ماذا ينتج أبنائي؟ ينتج هذا الفعل نتابع نقطة بنقطة حتى التعلم هكذا إذا ينتج أنه إثنان أسية إكس ناقص واحد يساوي الصفر. ننقل هذا إلى هذا الطرف تصبح إثنان أُسِيَة إكس يساوي واحد بما أن إثنان مضروبة في الأُسِيَة فإنها تنقل إلى المقام هنا تصبح ماذا؟ تصبح أُسِيَة إكس يساوي لنا ماذا؟ واحد على إثنان واحد على إثنان قيمة موجبة بما أنها قيمة موجبة يمكن أن ندخل عليهم الآن تابعو يعني هكذا أُسِيَة إكس. تساوي هكذا ندخل عليهم شيء يسمى لان هنا لان لأنها قيمة موجبة وهنا لان لأنها قيمة موجبة ماذا تقول قاعدة قلنا هذا يخرج إلى هنا اللي هو الإكس ماذا ينتج؟ ينتج إكس في اللوغاريتم الأسية هو الذي بقي يساوي لنا هنا كذلك يمكن هذه كيف تكتب اللي هو النصف اللي هو لوغاريتم تعلمون أن واحد على اثنان تساوي لنا اثنان قوة ناقص واحد مثل العشرة واحد على عشرة يساوي عشرة قوة ناقص واحد هذه خواص الأس والمقلوب معناه يمكن كتابة الاثنان كيف تصبح لكم اثنان قوة ماذا قوة ناقص واحد هذا كذلك يمكن له أن ينزل هنا وهذه القيمة تذهب إلى ماذا إلى الواحد ليس إلى الصفر لأن اللام الأسية قلنا أنه يساوي لنا واحد ينتج ماذا ابناء ينتج x يساوي ناقص لوغاريتم اثنان هذه هي القيمة التي تعدم لنا ماذا المشتقة بكل بساطة ولو نعوض هناك أكيد سوف نجد صفر الآن بعد ما وجدنا القيمة التي تعدم سوف نأتي إلى جدول إشارة المشتقة ثم نقوم بملء كذلك جدول تغيرات إذن عندنا جدول الإشارة ها هو أمامكم إذا نقول جدول إشارة إف فتحة لإكس عندنا أولا نكتب القيم هنا إكس من ناقص ما لا نهاية إلى الزائد ما لا نهاية ما هي عبارة المشتقة؟ قلنا عبارة المشتقة نحتاج فقط شيء واحد نحتاج العبارة اين انعدمت المسؤول اللي هو اثنان في أسية الإكس ناقص واحد يقول أحدكم لماذا يا أستاذ؟ لأنه هو الوحيد الذي أثر على عبارة المشتقة هنا هذه القيمة فقط أما الأسية موجبة والمقام موجب يعني لم يحدث لنا أي شيء إذا نتابع ركزوا أبنائي أين انعدمت؟ انعدمت عند ناقص اللوغاريتم اثنان نأتي إلى هكذا الآن يأتي أمر هام كذلك كيف نعين إشارة عبارة أسية؟ ليس عبارة مكتوبة من الشكل A زائد B هذا نحن نعلم أن إشارتها من إشارة A الأ. أما الأسية فلا السية شيء آخر لكن تابعوا معي سوف أعطيكم فكرة جد بسيطة عندنا اثنان في أسية X ناقص واحد أولا القيمة وجدناها أنها تنعدم لا جداً. لو لم نجدها تنعدم سوف يكون أمرها آخر ما هي إشارة الأ؟ لاحظوا إشارة الأ إشارة الأ هذا الاثنان في ماذا؟ كيف هي إشارته؟ زائد وهذا الذي هنا كيف هو؟ زائد زائد الذي في الاس زائد والذي مضروب هنا زائد، الزائد في الزائد كم؟ زائد إذا أ آه موجب تماما، إذا تصبح هنا نفس وهنا عكس بهذه البساطة، أعطيكم مثال آخر حتى تتعلموا أبنائي، لو جاءتنا ناقص أو اثنان في أسية ناقص إكس ناقص واحد كيف؟ وهذا كيف هو؟ زائد وهذا كيف هو؟ ناقص، الناقص في الزايد كم؟ ناقص، إذا أ سالب، معناه تأتينا هنا زايد وهنا ناقص. بهذه البصر يقول أحدكم يا أستاذ ولو جاءتنا هكذا. جاءتنا هنا هكذا كما هو موجود، هنا ناقص وهنا ناقص. لا، هذه القيمة أصلا سالبة لا تنعدم. لأن هذه كليا تصبح سالبة وأضفنا لها عدد سالب، هذه أصلا لا تنعدم عند اللغة الإثنين كما أشير هنا باللون الأحمر. إذا احذروا من هذه الأمور. ها هي إشارة المشتقة لما وجدنا إشارة المشتقة أبنائي كل الأمور قد سهلت ثم قال لما تجد إشارة المشتقة قال استنتج تغيرات إذا نقول استنتاج تغيرات F أبسط طريقة نقول الدالة الدالة F كيف هي من هنا إلى هنا لاحظ ناقص كلمة ناقص معناه يعني متناقص, متناقص. إذا اف متناقصة على المجال ما هو المجال أبنائي المجال من الناقص ما لا نهاية إلى غاية ناقص اللوغاريتم اثنان لما تقول متناقصة فقط اجعل المجال مغلق في القيم الحدية ثم الدالة كيف هي اف متزايدة على ما على المجال أبنائي ما هو المجال اللي هو من ناقص لوغاريتم إثنان إلى غاية الزائد ما لا هكذا فقط بهذه البساطة المطلقة الآن بعد ما أكملنا مع تغيرات نأتي الآن إلى جدول التغيرات يعني جدول التغيرات بالرغم هو لم يطرح هذا السؤال لكن يجب عليك وإلا كيف تتم عملية الرسم من شبه ذلك نتابع الآن إلى جدول التغيرات ونقوم بملئه جدول التغيرات هو ملخص كل ما قمنا به عندنا هنا الإكس ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية عندنا هنا اف فتحة لإكس اللي هو المشتقة وجدناها تنعدم عند ناقص اللوغاريتم اثنان هنا هكذا انها تنعدم هنا ناقص وهنا زائد مثل ما هو موجود في هذه الأمكنة هذا نقلته هنا وهذا نقلته هنا يعني حتى تكونوا على دراية ثم عندنا الجزء الأخر اللي هو الجزء عبارة الدالة اللي هو اف بإكس ثم الآن أبنائي ما علينا إلا هكذا عفوا عفوا هكذا لاحظوا ثم ماذا ثم هكذا الآن نبدأ نقوم بعملية الملف فقط نتابع كم وجدنا النهاية عند النقص ما لا نهاية وجدناها صفر عفوا وجدناها إذا قلنا صفر وعند الزائد ما لا وجدناها الزائد ما لا لهذا دائما استعملوا كراس وقلم واكتبوا بالحل حتى تتعلم بقيت لنا هنا ماذا نحسب نحسب اف لي ناقص لوغاريتم اثنان اف لي ناقص لوغاريتم اثنان سوف اعلمكم كيف تحسبونها معناه ناتي الى عبارة الدالة عبارة الدالة اللي هي لان أسية اثنان إكس ناقص أسية إكس زائد واحد نقوم الآن بماذا؟ بتعويض في مكان الاكس X باللان اكس يعني هنا بناقص لان اثنان وهنا بناقص لان اثنان ونلاحظ ماذا سوف يحدث في الدالة فقط يصبح تساوي لان أسية ناقص اثنان لان اثنان يقول احدكم من اين اتت بالناقص لانها هو الناقص لما يضع هنا ثم ماذا ثم ناقص أسيت ماذا؟ ناقص لوغاريتم اثنان، يعني في مكان الإكس ضعوا ناقص لوغاريتم اثنان، زائد واحد يساوي. عندنا هذا عليه أن يأتي إلى هذا المكان يصبح ماذا؟ لوغاريتم أسيت لان اثنان قوة ناقص اثنان ناقص أسيت لان أسيت لان ناقص واحد زائد واحد يقول أحدكم لماذا أنت تفعل في هذه الأمور يا أستاذ لأن يقول أحدكم ليس هناك هذه الناقص اثنان لا يمكن حسابها إلا بعد أن تدخل إلى هذا المكان ثم هذا الناقص واحد يدخل إلى هذا المكان سوف تلاحظون ماذا سوف يحدث عندنا خاصية ماذا تقول لان عفوا أسية أسية لان آ آه تساوي آ آه يعني يذهب اللان والأسية كلهم يذهبون لكن مع أقيمة موجبة تماما هذا لا جدال دائما في اللوغاريتم إذا هنا ماذا ينتج أبنائي؟ ينتج تساوي لوغاريتم ثم هذا يذهب مع هذا ماذا يبقى؟ يبقى لنا اثنان قوة ناقص اثنان وهذا يذهب مع هذا هذه خاصية كما كنا نتحدث ناقص ماذا؟ اثنان قوى ناقص واحد زائد واحد تابعوا تساوي لنا قلت اسيه لان ا آه يذهب هذا مع هذا تبقى لكم ا آه. هذه خاصيه عليكم بحفظها ابنائي الان ماذا ينتج ابنائي سوف ينتج العمل التالي تصبح لان هذه كم هي ماذا هي واحد على اربعه يقول احدكم لماذا لان اثنان قوه ناقص اثنان ما هي هي واحد على اثنان قوه اثنان وهذه هي واحد على اربعه يعني حتى تعلموا أي من اين اتيت بهذه القيم ماذا ينتج؟ ناقص واحد على اثنان زائد واحد تصبح تساوي لنا لوغاريتم ما ماذا؟ تعالوا الآن نوحد المقام هنا نجعل أربعة وهنا اثنان وهنا أربعة وهنا أربعة كم ينتج أبنائي؟ سوف ينتج العمل التالي نتابع ينتج أنها تصبح لان تساوي لان هذا مع هذا كم؟ خمسة خمسة ناقص اثنان هي ثلاثة والمقام أربعة تساوي لنا لان ثلاثة على أربعة إذا هنا تعطينا لان ثلاثة على أربعة وهي بالتقريب ناقص صفر فاصل ثمانية يعني قيمة سالبة وإلا كيف انطلقنا من الصفر ونزلنا إلى قيمة أخرى موجبة لا يمكن إذا هذه القيمة أبنائي لو تقومون بحسابها سوف تجدونها ناقص صفر فاصل ثمانية وعشرون بهذه البساطة المطلقة الآن بعد ما أكملنا مع هذه الحالة سوف نأتي إلى الحالة التي بعدها قال بين أن المستقيم دي الذي معادلته Y يساوي اثنان X مقارب للمنحني سي عند الزائد ما لا نقول البرهان أن D مستقيم مقارب مائل أكيد بجوار زائد ما نهاية. حتى يكون مستقيم مقارب مائل بجوار زائد ما ماذا تقول القاعدة؟ نهاية الفرق بينهما يجب أن تكون تساوي الصفر ليميت اف لإكس ناقص إيكغيك لما الإكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية علينا أن نجدها علينا أن نجدها صفر يعني هنا بالشرط يعني يكون كأنما علامة استفهام علينا أن نصل إليها نعوض تصبح تساوي ليميت عبارة الدالة ها هي أمامكم سوف نأتي بها لاحظ ها هي عبارة الدالة ناقص عبارة المستقيم ناقص عبارة المستقيم ها هي أمامكم لاحظ هنا ولا ننسى أن نجعل القوس لما إكس يؤول إلى ماذا إلى الزائد ما لا نهاية لو نعوض تعويض مباشر لا يمكن أن نجد هنا الصفر سوف يحدث حالة دمتعية كيف نزيلها أبنائي؟ لكن تابعوا معي نقطة بنقطة هذه الأمور تحتاج إلى خواص اللوغاريتم فقط بخواص اللوغاريتم سوف تقضي على كل شيء تصبح تساوي ليميت الإكس قلنا يؤول إلى الزائد ما لا نهاية نفتح قوس نترك الأمر كما هو لان أسية اثنان إكس ناقص أسية إكس زائد واحد هذه نتركها ناقص هذه يا أبنائي في الأصل مضروبة في ماذا؟ اثنان إكس في الأصل مضروبة في واحد والواحد ما هو؟ هو اللوغاريتم الأسية ما نصبح لنا اثنان إكس في لوغاريتم الأسية لأن الواحد هو لوغاريتم الأسية مشهورة يمكن لهذا العدد أن يصعد إلى هنا بهذه البساطة يمكن لهذا العدد أن يصعد إلى هنا فقط أو هذه ربما سوف تتعبنا نوعا ما إذا اخترنا هذه الطريقة أو يمكن أن نكمل معها نعم نتابع ثم نعطيكم الطريقة الثانية نتابع إذا ماذا ينتج؟ ينتج تساوي لنا اثنان عفوا اثنان عفوا تساوي لنا لوغاريتم أسية اثنان إكس معناها تصبح لنا هنا ماذا؟ لوغاريتم أسية اثنان إكس ركزوا فقط أبنائي هكذا هذه العبارة تحولت إلى ذلك أما الناقص تركناه لكن عندنا خاصية لوغاريتم أ ناقص لوغاريتم ب حيث الأ بي موجبان تساوي لنا لوغاريتم أ على لوغاريتم B هذه خاصية كذلك لوغاريتم أ ناقص لوغاريتم ب يساوي لوغاريتم أ على ب إذا هنا لو نكمل معها العملية ماذا يحدث؟ تصبح تساوي ليميت الاكس دائما يؤول الى الزائد ما لا نهايه نفتح تصبح لان ثم نجعل خط كسر هكذا ماذا ينتج ابنائي ينتج انه البسط نتركه كما هو أسية اثنان اكس ناقص أسية اكس زائد واحد الم هذه القيمة تصبح في المقام لأن هذا أ ناقص ب يساوينا أ على ب إذا ماذا ينتج أبنائي؟ ينتج على أسية اثنان إكس لاحظوا الآن هنا يعني يمكن لنا ماذا فعل؟ فعل شيء بسيط اللي هو استخراج أسية اثنان إكس من البسط لأن لو نعود مباشر هنا تعطينا ما لا على ما لا وهنا حالة عدم التعيين نستخرج الأسية من البسط والأسية من المقام تصبح تساوي ليميت لان نفتح قوس نستخرج أسية اثنان إكس من هنا وأسية اثنان إكس من هنا ماذا يبقى لدينا يا أبنائي في البسط في البسط يبقى لدينا واحد ناقص واحد على الأسية زائد واحد على أسية اثنان إكس مثل ما فعلنا في الأول اثنان إكس ركزوا ربما الكتابة لا تظهر قلت أسية اثنان إكس وفي المقام يبقى لنا واحد أكيد لأن أنشره لما الإكس يؤول إلى زائد ما لا لاحظوا ماذا حدث أن هذا ذهب مع هذا هذه كم؟ صفر لأن واحد على ماذا نهاية وهنا صفر لاحظوا ماذا بقي بقي هنا فقط بالداخل واحد على واحد هي لوغاريتم واحد ولوغاريتم واحد مشهورة كم؟ صفر ها هي ظهرت ها قد توصلنا إلى نهاية الفرق تساوي الصفر هذه طريقة أولى طريقة ثانية يمكن أن ندخل بطريقة أخرى طريقة ثانية اثنان قلنا ان ليميت ماذا ليميت لان اسيه ماذا اسيه اثنان اكس ناقص اسيه اكس زائد واحد ناقص اثنان اكس لما الاكس يؤول الى الزائد ما لا نهايه يمكن مثل ما فعلنا في الاول لما حسبنا النهايه عند زائد ما لا نهايه تصبح تساوي ليميت لان تعالوا نستخرج اسيه اثنان اكس بالداخل هنا اثنان اكس ماذا يبقى لدينا يبقى لدينا واحد ناقص واحد على أسية اكس زائد واحد على أسية اثنان اكس ركزوا هكذا لما الاكس يقول إلى زائد ما لا نهاية آه ناقص نسينا هنا ناقص اثنان اكس أعذروني أبنائي هكذا هذا هو الناقص الذي نسيناه تساوي أن هذا قلنا أنه يساوي لنا لوغاريتم أ ناقص لوغاريتم بي، أنه هذا يصبح ليميت لان أُسِية إثنان إكس زائد لان لان أ في بي، يساوي لان أ زائد لان بي، إذا لان ماذا؟ واحد ناقص واحد على أُسِية إكس زائد واحد على أُسِية إثنان إكس، ركزوا هكذا، ناقص إثنان إكس التي بالخارج، هذه. هكذا لما الإكس يؤول إلى الزائد ما لا نهاية قلنا هذا أنه له الحق أن يخرج إلى هنا تصبح ماذا؟ ركزوا هاي الأمور خرجت مرة أخرى ليميت هذا أنه ينزل إلى هنا تصبح كم؟ كأنما تصبح اثنان إكس في لوغاريتم الأسية تساوي لنا اثنان إكس لأن هذا يذهب إلى الواحد ماذا ينتج أبنائي؟ ينتج اثنان إكس زائد لوغاريتم واحد ناقص واحد على أُسِية إكس زائد واحد على أُسِية إثنان إكس ناقص إثنان إكس لاحظ لما الإكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية هذا يذهب مع هذا وهذه إلى الصفر وهذه إلى الصفر لاحظوا ماذا بقي لنا بقي لنا لوغاريتم واحد ويساوي صفر بهذه البساطة المطلقة ومنه دي مستقيم مقارب كيف هو مائل بجوار زائد ما لا فقط نتابع مره اخرى الان ناتي الى السؤال الذي جاء بعدها ابنائي نتابع قال برهن ان المنحنى سي اكيد يقبل مماسا اذا سمينا هذا المماس مثلا نسميه تي معامل توجيهه يساوي لنا واحد أولا نلاحظ إذا هذه الكلمة كلمة معامل توجيه أو ميل أو يوازي مرات يقول يوازي معامل توجيه يساوي واحد إذا لاحظوا كلمة معامل توجيه في الأصل هي ماذا؟ هي المشتقة يعني حتى تفهموا هذه الأمور يعني مشتقة في تلك المكان معامل توجيه تلك المستقيم يعني يكون يساوي واحد ما معناه؟ معناه نحل المعادلة بكل بساطة ابنائي اف فتحة لإكس نجعلها كم تساوي ابنائي؟ نجعلها تساوي واحد ها هي معامل التوجيه المشتقة نجعلها تساوي واحد يعني هذه هنا نجعلها تساوي واحد ونحل المعادلة ماذا ينتج ابنائي؟ ركزوا أرجوكم لاحظوا النقطة بنقطة. إذا تصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا اثنان في أُسِيّة اثنان آه آه نعم اثنان إكس ناقص أُسِيّة إكس، هذا مقامه واحد، نستعمل جداء الطرفين في جداء الوسطين اللي هو الكروازي، يصبح يساوي لنا ماذا؟ أُسِيّة اثنان إكس ناقص أُسِيّة إكس زائد واحد. يقول أحدكم لم أفهم يا أستاذ. يا أبنائي هذا يضرب في هذا، كم؟ يعني كأنما هذا في واحد. وهذا في هذا هذا كذلك واحد لم أفعل شيء ماذا ينتج أبنائي ينتج أنها تصبح تساوينا إثنان أسية يعني لما تنشر الواحد لا يحدث شيء إثنان إكس ناقص أسية إكس يساوي إثنان آه عفوا نتابع يساوي لنا ماذا قلنا يساوي لنا أسية إثنان إكس ناقص أسية إكس زائد واحد أنه يذهب هذا مع هذا لاحظوا ماذا يبقى لدينا يا أبنائي ركزوا يبقى لدينا أنها تساوي لنا ماذا تساوي لنا اثنان في أسية اثنان إكس لاحظوا ننقل هذا إلى هذا الطرف تصبح ماذا ناقص أسية إكس آه اثنان إكس عفوا نترك الواحد في الطرف الأول لأن لا يحدث لنا شيء ركزوا اثنان أسية اثنان إكس وناقص أسية اثنان اكس يعني كانما نقول مثلا اثنان اكس ناقص اكس كم تساوي؟ تساوي لنا اكس الا ان هنا ليس الاس الاكس انما الأسية يعني لم يفعل شيء اثنان حبه ونقص لها حبه تبقى لنا حبه ماذا ينتج؟ ينتج أسية اثنان اكس ماذا يساوي؟ يساوي الواحد والواحد في الاصل ما هو ابنائي؟ الواحد في الاصل يساوي لنا أسية صفر إذا بما أن الأساس هذا الأساس هو الأسية وهذا هو هذا فإن القاعدة تقول فإن الأس يساوي الأس كم ينتج أبنائي؟ ركزوا ينتج أن اثنان إكس يساوي صفر أي ماذا؟ أي إكس يساوي لنا صفر على اثنان ويساوي لنا صفر إذا يقبل المنحني عند الفاصلة التي قيمتها كم؟ عند الفاصلة التي قيمتها صفر. إذا ماذا نقول؟ نقول ومنه بكل بساطة يعني لم أفعل شيء. نقول ومنه المنحني أو المنحنى سي يقبل ماذا؟ مماسا عند الفاصلة إكس يساوي صفر حيث معامل توجيهه كم يساوي يساوي مثل ما أعطي لنا يساوي واحد بهذه البساطة فيه نعم أبنائي في في هذه الوسط هنا لما لو لما وصلنا إلى هنا ربما فيه طلبة هذا لما نجمعه كم اثنان قلنا يبقى لنا ماذا يبقى لنا أسية اثنان إكس يساوي واحد إن خفتم أدخلوا اللان على كل طرف لأنهم قيم موجبة تصبح لان أسية اثنان إكس عفوا أسية قلت اثنان إكس تساوي لان واحد هذا قلنا من الخواص أنه ينزل يصبح ماذا يصبح إك اثنان إكس في لوغاريتم الأسية يساوي لان الواحد اللي هو الصفر هذا كم والواحد ماذا ينتج ينتج اثنان إكس يساوي صفر اي اكس يساوي صفر على اثنان ويساوي لنا الصفر. هذه طريقة ثانية. يعني حتى تعلموا كل الطرق تؤدي بنا إلى الحل. ثم قال ماذا؟ ثم عين معادلته. معادلة. إذا نقول معادلة المماس تي عند اكس كم يساوي الصفر. نحن نعلم أن معادلة المماس أبنائي تكتب من الشكل إيكريك يساوي لنا اف. فتحة لإكس صفر في إكس ناقص إكس صفر زائد إف لإكس صفر الإكس صفر هو هذا الذي أعطي لنا معناه ماذا؟ معناه نعوض هنا بماذا؟ نعوض هنا بصفر وهنا بصفر وهنا بصفر هكذا يعني في بطن المشتقة لكن لا نذهب أصلا إلى المشتقة ونتعب عقولنا لأن معامل التوجيه كم؟ قلنا هو نفسه المشتقى معامل التوجيه هو المشتق يعني هذه القيمة مباشرة ضعوها هنا بهذا البسط لأن قلنا معامل التوجيه هو واحد والمشتقة عندها كم إذا إذا واحد يصبح Y يساوي واحد في إكس ناقص صفر هو إكس زائد F لصفر تعالوا نعوض ب لصفر هنا لو نعوض هنا ب F لصفر ركزوا ماذا تعطي لكم عوضوا هنا بصفر وهنا بصفر وهنا بصفر, وهنا بصفر. ماذا ينتج؟ ينتج لوغاريتم ماذا؟ أسية الصفر اللي هي واحد ناقص واحد زائد واحد يذهب هذا مع هذا تبقى لنا لوغاريتم الواحد لوغاريتم الواحد كم هو صفر نصل هنا اف لي ماذا وجدناها؟ وجدناها إذا أبنائي كم صفر؟ هذه تعطي لكم صفر إذا نعوض هنا بالصفر يصبح إيكغيك يساوي لنا إكس هذه هي معادلة المماس اللي هو المنصف الاول في هذه الحاله فقط او يعني فيكم احد لا, لا ينتبه الى ان اف فتحه لصفر يساوي عوض هنا بالصفر اف اف خطبنا يعوض هنا بالصفر وهنا بالصفر وهنا بالصفر وهنا بالصفر ماذا تصبح؟ تصبح هنا أسية الصفر هي واحد ناقص واحد يعني اثنان ناقص واحد اللي هو واحد على هنا واحد لاحظوا هذه تعطيكم واحد وهذه ناقص واحد تذهب مباشرة على واحد تعطينا واحد عوضوا في المشتقة فقط إذا معادلة المستقبل تذكروها هي يساوي الصفر يساوي X الآن نأتي إلى شيء آخر وهو مهم الرسم نعم فيه طلبة كثيرين يقولون يا أستاذ لما نصل إلى الرسم نخاف تلك العملية أبنائي أمور كلها بسيطة الرسم عليك أولا في الرسم أن ترسم أشياء التي التي وصلت إليها عندنا معادلة الدي الدي اللي هو المستقيم المقارب نستعين بالجدول المساعد إكس Y نحن في هذا الدي نعطي صفر عوضوا هنا بالصفر كم؟ صفر ثم ماذا نمد؟ نمد نقطة أخرى إذا صفر صفر عوضوا هنا مثلا بالواحد واحد كم؟ اثنان إذا النقطة الأولى أ صفر صفر والبي هي واحد اثنان إذا صفر صفر اللي هي النقطة أو بدون استثناء و هي واحد مع الاثنان واحد ها هي والاثنان ها هي إذا أكيد سوف تكون في هذا المكان ثم نقوم بماذا؟ بعملية الربط فقط هكذا، لاحظوا أبناء، وهنا كذلك نكمل هكذا، ها هو المستقيم، مستقيم دي، عندنا المماس قلنا ها هي مماس هو المنصف الأول، يعني لما نمد صفر يعطينا صفر، لما نمد واحد يعطينا واحد، عوضه هنا فقط أبنائي، عوضوا في هذا المكان يعني، واحد واحد معناه. في هذا المكان ثم نقوم بماذا برسمه هكذا عفوا نتابع هكذا هكذا لا سوف اذا من هذا المكان يكون شيء دقيق جدا هكذا ابنائي ثم من هنا عفوا ثم نربطها هكذا هكذا ابنائي هذا هو المماس ماذا المماس تي في النقطة صفر بقي لنا الرسم عندنا مستقيم مقارب ما هو مستقيم مقارب أفقي تذكروه أن قلنا يساوي لنا كم صفر ها هو هذا إي يساوي صفر عندنا هذا كل هذه الأمور إذا وعندنا قيمة حدية ها هي الاكس كم ناقص لوغاريتم اثنان اللي هي ناقص صفر تسعة وستون ناقص صفر تسعة وستون يعني بالتقريب في هذا المكان وهذه القيمة قلنا ناقص صفر فاصل ثمانية وعشرون ناقص صفر فاصل ثمانية وعشرون معناه سوف تكون في هذا المكان متابع جيد اذا نتابع هكذا ابنائي لاحظوا جيدا نقطة بنقطة حتى تعلموا اذا القيمة الحدية هي هذه يا ابنائي هنا القيمة الحدية في هذا المكان سوف الان نقوم بعمليه التكبير حتى يظهر لكم المنحنى جديد نتابع هكذا اركز اذا هو قلنا انه ياتي مستقيم مقارب ها هو اذا هنا يكون لاحظوا نستعمل لون هكذا يكون ياتينا بها من هنا هكذا بالتقريب ثم يحدث هنا هكذا لاحظوا أو سوف أعيد مرة أخرى حتى تكون الأمور يعني جد هكذا دقيقة جدا نتابع إذا قلنا هذه قيمة حدية هكذا ثم هكذا ثم نكمل أن وجدنا أن نتابع الآن نقوم بعملية التصغير مرة أخرى نتابع نتابع لاحظوا جيدا هكذا وقلنا المماس ما هو المماس قلنا ان تي ثم ياتي يمسه ثم يبدا هكذا ثم يعيد الاقتراب من ماذا يعيد الاقتراب من المستقيم المقارب هكذا ابنائي لاحظوا كيف تمت العمليه جد بسيطه وهو كما تلاحظون هنا ها هو امامكم ثم ذهب ثم جاء الى هنا يوجد مستقيم مقارب اللي هو دي هنا في هذه الزائد لا نهاية ظهر المنحني بهذه البساطة المطلقة فقط كما تلاحظون الآن بعد ما أكملنا مع المستقيم المقارب المستقيم المقارب المنحنى نأتي إلى شيء آخر ألا وهو المناقشة قال ك عدد حقيقي موجب تماما ناقش أولا ك عدد حقيقي موجب تماما يعني ك قيمة موجبة تماما ناقش حسب قيم ك عدد حلول المعادلة أسية اثنان إكس ناقص أسية إكس زائد واحد ناقص ك يساوي الصفر هنا في هذه المناقشة أبنائي عليكم أول شيء أن تتذكروا عليكم أن تجدوا عبارة الدالة اللي هي اف لإكس تساوي شيء في إذا كانت هنا المناقشة بالوسيط ك نقول فيه ك اذا كان المناقشه على ام نقول شيء فيه ماذا فيه ام لا يهمنا هذا الشيء ما هو يعني حتى نفسر الامور بابسط طريقه هل العباره التي اعطيت لنا هي افلي اكس لا لم تكن افلي اكس انما افلي اكس هي قيمتها علينا ان ننطلق من تلك العباره التي اعطيت لنا ونجد الشيء الذي قلنا ان افلي اكس تساوي شيء فيه ك ما رايكم ابنائي لو نقوم بنقل هذا الك الى هذه الجهه ماذا ينتج؟ ينتج أسية اثنان إكس ناقص أسية إكس زائد واحد يساوي كا. الكا عدد موجب. كا قيمة موجبة تماما. يمكن إدخال اللان على كل طرف لأنها قيم موجبة. وهنا ندخل لان لاحظوا إلى هذه العبارة عبارة ماذا؟ هذه العبارة التي وجدناها عبارة ماذا؟ عبارة ونحن قلنا نجد ان نجد اف لاكس فيه شيء فيه ك فيه ك ها هي امامكم اذا ماذا نتج أن انه اف لاكس تساوي لوغاريتم ك اذا المناقشه هذه وجدنا اول العبارة العباره أنها اف لاكس تساوي لان ك اذا دائما عليكم بانطلاق من هذه العباره لما تعطى لكم وعبارات كثيره تعطى يعني يعني كما نقول يعني مختلطه الاوجه لكن انت تفكر دائما في هذه القاعده اف لي اكس شيء فيه ك كا اذا كان الوسيط هو ك كا اذا كان ام قل اف لي يساوي يساوينا شيء فيه ام عليك انت انت ان من تصل اليه اذا ها قد توصلنا الان الى الى الشيء الاول اللي هو هذا هو اهم شيء ثم تبدا المناقشه اذا وجدنا في الاخير تابعوا جيدا وجدنا ان اف اف لي يساوي لنا لان كا ركزوا ارجوكم لان كا اذا مناقشه بال... باللان كا لوغاريتم كا اولا كيف هي هذه المناقشه هل هي افقيه هكذا ام مائله ام كما يدعي البعض يقول هو منحني مع منحني لا 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 يوجد مناقشه منحني مع منحني ابدا هذه ما هو موجود ان نحن نعلم ماذا ركزوا ابنائي نقول التفسير بين إذا حلول المعادلة هذه التي توصلنا إليها هي نفسها هذه إذا يمكن أن نقول هذه نفسها هذه حلول هذه المعادلة أو ماذا أو هذه المعادلة أو اف لإكس يساوي ل ك هي ماذا بالدرجة للوي. يعني التفسير البياني هي فواصل تقاطع سي اللي هو المنحني مع المستقيم نسميه هنا مثلا نسميه دالتا ام نسبة دالتا كا ليس ام لان هنا الوسيط هو ك نسبة الى هذا الك ابنائي فقط ذو المعادلة إيجريك يساوي لنا ماذا المعادلة لان ك هذه تفسيرها البين هو إجرك الآن كيف يكون هذا المستقيم يعني وضعيته لا تخافوا أبنائي نحن نعلم أن كل مستقيم معادلته كيف هي هي يساوي لنا إكس زائد بي اسمعوا إلى هذه الكلمة إكس والآ ماذا يمثل يمثل الميل أو معامل التوجيه هو البي ماذا يمثل يمثل نقاط تقاطع المستقيم مع إيجريك إغرق فتحة مع محور التراتيب لأن لو نرسم أي مستقيم هكذا هذه النقطة أبنائي هذه النقطة تمثل بي هنا بي هنا بي إذا كل هذه النقاط تمثل بي حتى يعني كن تكون أموركم جد يعني مفهومة إذا هنا هل بما أن هذه هذا المستقيم إيكغيك يساوي لانكا، هل أصلا يوجد إكس؟ هل يوجد إكس في هذه العبارة؟ لا، إذا بما أن لا يوجد إكس فإن اللانكا يصبح هو البي فقط، معناه هذا معامل التوجيه هذا كليا ذهب إلى الصفر، تصبح إيكغيك كأن ما يساوي ب فقط، لأن لا يوجد الإكس أصلا، ركزوا، إن كان الإكس يكون مائل، بما أن لا يوجد الإكس فالعبارة تكون المناقشة أفقية فقط، معنى تكون هكذا. فقط حتى ولو كانت أبنائي ربما حتى حتى تكون الأمور جد واضح. حتى ولو اعطيت لكم اف ل يساوي اف لام يعني العباره الداله كلها حولت الى ام يعني هنا ام وهنا ام يبقى تبقى دائما افقيه لان هذه عدد لا يوجد فيه الاكس اصلا اما اذا جاءتنا اي مثلا اكس زائد ك هذه تكون مائله بهذه البساطة يعني إذا المناقشة في هذه الحالة أبنائي هي مناقشة أفقية بأبسط طريقة معادلة تلك المستقيم الذي نتحدث عنه معادلته أبنائي سوف تكون بكل بساطة نتابع إيجراج يساوي لان كا الآن ما علينا إلا استخراج الكامذا ماذا يساوي لو ندخل الأسية من هنا والأسية من هنا ونجعل لاحظوا ونجعل تساوي ننزعها من هنا ونضع هنا يعني من خواص ندخل الاسية قلنا ان اسية اللانكا ماذا تصبح؟ تساوي لنا كا ركزوا معناه يصبح ركزوا كا يساوي اسية ي هذه النقطة عليكم التركيز معي فيها كا يساوي اسية ي لأننا نحن نريد أن أن نجد ماذا؟ أن نجد قيم قيم الكا كيف؟ لاحظوا جيدا. ركزوا أرجوكم إلى هذه العبارة لأنها هي من تخرجنا من كل المآزق التي سوف يعني نصل إليها. نتابع. ها هي عبنكم. المناقشة قلنا هي مستقيم أفقي. سوف نأتيكم بمستقيم أفقي أبناء. لاحظوا. ها هو مستقيم أفقي. نكتب عليه معادلته ي يساوي لان. لأنه هو المستقيم نتابع جيدا عفوا هكذا آه ها آه هو المستقيم لاحظ من أين ينطلق لأنه يأخذ قيم الإجراج يعني أكيد سوف يأتي من هنا من نقص ما يبدأ بالصعود هكذا آه إلى غاية ماذا إلى غاية هذا المكان ثم تبدا عمليه الحلول لماذا لان هنا بدات عمليه اول لمسه بين المنحني والمستقيم الايغ من اين انطلق ايغ انطلق يساوي من ماذا من هنا الايغ ليس الان ايغ اين انطلق انطلق من ناقص ما لا نهايه يعني ايغ انطلق من ناقص ما لا نعوض هنا الايغ بالناقص ما لا نهايه كم اسيه الناقص ما لا كم تصبح تصبح تساوي صفر إذا الإيكغريك انطلق من نقص ما نهائي إلى غاية ماذا؟ ركزوا إلى غاية هذه القيمة. هذه القيمة كم قلنا عليها؟ هنا ركزوا. قلنا عليها هي لوغاريتم ثلاثة على أربعة. ثلاثة على أربعة، تذكروا ذلك في جدول التغيرات. إذا عوضوا الآن بماذا؟ عوضوا هنا إذا إيكغريك إلى لوغاريتم ثلاثة على أربعة. مفتوح. الان ماذا يصبح أبنائي؟ نحن نناقش حسب قيم الكا كا يصبح ينتمي من عوض في اول قيمه اخذها الاغ ها هي قيمه الاغ عوضوها هنا ماذا ينتج اكيد ينتج اسيه ناقص ما لا نهايه تساوي كم صفر اذا الان اول قيمه ياخذها كم الكا هو الصفر لهذا قال قيم قيم موجبه تماما يعني المجال عندها مفتوح ثم الإيجريك كم أخذ؟ لاحظوا أخذ اللوغاريتم ثلاثة على أربعة نأتي بها ونعوضها هنا كل قيمة ضعوها في تلك العلاقة تصبح أسية لوغاريتم ثلاثة على أربعة وتساوي لنا يذهب اللان مع الأسية تصبح ثلاثة على أربعة إذن عام يصبح يساوي ثلاثة على أربعة مجال مفتوح كل قيمة يأخذها إجرك قوموا بتعويضها في هذه العلاقة إذا ماذا نقول؟ لا يوجد حلول للمعادلة، يقول أحدكم لماذا لا يوجد يا أستاذ؟ لأن لاحظوا لا يوجد أصلا تقاطع، هل وجدتم تقاطع؟ لا، إلى غاية هذا المكان، ثم الآن الـ y يأخذ هذه القيمة بالضبط، إيكغاك يساوي لوغاريتم ثلاثة على أربعة، تعالوا نأتي بالقيمة ونعوضها هنا، ماذا ينتج؟ ينتج ام يساوي لنا اسيه اللوغاريتم ثلاثة على أربعة كم هي ثلاثة على أربعة لو ناتي الان الى هذا المكان نجد انه يقطعه في نقطه وحيده ها هي فاصلتها فاصلتها كم من جدول التغيرات لا تتذكروا ذلك كم وجدناها ها هي امامكم هي على الاكس على الاكس الإسقاط على محور دائما الفواصل هي ناقص لوغاريتم اثنان إذا نقول ماذا هنا ناقص لوغاريتم اثنان أسقط دائما الحلول تكون على محور فواصل تذكروا هذه الكلمة الإسقاط يكون على محور فواصل إذا نقول للمعادلة حلا كيف هو مضاعفا يقول أحدكم لماذا لأنها حفرة عند الحفرة والجبل نقول حل حل حفرة يعني قيمة حدية يعني مضاعفًا كيف هو سالبًا قيمته x يساوي ناقص لوغاريتم اثنان بهذه البساطة فقط. الآن نكمل العمل، نكمل السير، سير المستقيم. ها هو المستقيم سوف يكمل السير. لاحظوا كم يقطع الآن يا أبنائي. لو تدققوا معي كم يقطع؟ أنا أراه أنه يقطع مرتان ها هي مرة. وتقع في الجهة السالبة دائما إلى محور الفواصل وها هي الأخرى تقع في القيمة السالبة إلى غاية ماذا؟ إلى غاية هذا المكان نعم لاحظوا لو يكمل سيره يعني حتى يعني ترى ها هو يقطع مرة تان مرة تان مرة تان مرة تان إلى غاية هنا المجال مفتوح معناه سوف نقول دائما نأتي بالعلاقة التي تربط بينهم هنا أبنائي لاحظوا ها هي العلاقة نقول إيجراج ينتمي من ماذا؟ من لوغاريتم ثلاثة على أربعة من هذا المكان يعني إلى غاية ماذا؟ إلى غاية الصفر تعالوا نأتي قلنا باللغة ثلاثة على أربعة نعوضها هنا يصبح قلنا أم كم؟ ركزوا دائما أم تحدثنا أنه يصبح أم ينتمي إلى ثلاثة على أربعة كل قيمة يعني عوضها ثم لاحظوا كم أخذ صفر عوض هنا بالصفر أسية الصفر كم تصبح تصبح أسية الصفر هي واحد ليس أم أعذروني أبنائي يعني إن كتبت أم هنا ك ليس ك أعذروني إن وجد في الأول الأم لأن الك لأم لأن يعني بطبعنا نتحدث دائما عن الأم ماذا نقول للمعادلة حلاني سالبان لاحظتم بأم عيونكم الآن الآن المستقيم يصل إلى هذه المنطقة كم يصبح إي يساوي كم صفر تعالوا نعوض بهذه القيمة إلى هنا يصبح ك كم يساوي يصبح أسية صفر تساوي واحد كم يقطعهم مرة هنا مرة وحيدة للمعادلة حلا كيف هو معدوما ها هو أمامكم عدو فقط الآن نكمل المسير ها هو المستقيم الآن يكمل مسيره أبنائي لاحظوا كم يقطع من مرة لاحظ أنه يقطع مرة واحدة في كل لحظة نقطع مرة تقع في الجهة ماذا الموجبة لاحظوا لا يكمل سيره ها هو يكمل كم دائما قيمة واحدة كيف هي موجبة يعني إيكغيك من أين انطلق؟ الإيكغيك ينطلق من الصفر إلى غاية الزائد ما لا نهاية الآن الكا يصبح نأتي أول قيمة قلنا نعوضها هنا كم؟ أسية ماذا؟ صفر يصبح ينتمي عفوا ينتمي من ماذا؟ من الواحد إلى أسية زائد ما لو نعوض هنا أسية زائد ما مشهورة كم؟ هي زائد ما لا نهاية للمعادلة حلا وحيدا كيف هو أبنائي موجبا فقط بهذه البساطة المطلقة معناها المناقشة في هذه الحالة أبنائي هي جد بسيطة عندنا مستقيم أفقي يبدأ من عملية السير من هنا ويأتي ليكمل سيره وهكذا حل حلان حل معدوم ثم حلا موجبا إلى غاية ما لا نأتي الآن إلى المناقشة الثانية قال ناقش بيانيا حلول المعادلة بنفس الطريقة نقول حلول لاحظوا حلول المعادلة اف لإكس يساوي لنا إكس زائد أم في هذه الحالة جعل الوسيط هو أم حلول المعادلة اف لإكس يساوي أم هي ماذا دائما مناقشة فواصل تقاطع سي اف أو سي مع المستقيم ذو المعادلة، ما هي المعادلة أبنائي؟ إيغريغ يساوي إكس زائد أم، فقط، الآن لو نلاحظ جيدا، معادلة المماس ما هي؟ هي إيغريغ يساوي لنا إكس، ركزوا جيدا، هنا عندنا المستقيم كم؟ إكس. وهنا كم اكس كم هو معامل التوجيه واحد ركزوا الى معامل التوجيه معامل التوجيه هنا كم واحد وهنا كم واحد يعني كيف نقول نقول ان دالطه ام في حق في حق لا نسميه في هذه المره دالطه ام لان اصبح له علاقه وطيده ووطيده مع الممس اذا نقول تي ام تي ام هو هذا هذا المستقيم نسميه تي ام نسبه الوسط يعني يوازي تي بما انه يوازيه ما معناه معناه معادلة وقلنا هي إيكغيك يساوي لنا إكس زائد إم ونحن نعلم أن أي مستقيم يكتب هكذا أ إكس زائد بي معناه ماذا يمثل الآن بالمطابقة؟ الإم يصبح يمثل البي والأ كم قيمته؟ واحد يعني معامل توجيه واحد يعني يميل بزاوية خمسة وأربعون إذا ماذا تمثل النقطة بي الإم هنا؟ الآن ماذا تمثل؟ نقطه تقاطع تي ام اللي هو المستقيم هذا هذا المستقيم تي ام و واي فتحه واي فتحه هو محور التراتيب معناه اي قيمه هذا المستقيم ياخذها هذه نقطه التقاطع هي التي ياخذها قيم ام هنا فقط يعني حتى تكون اموركم جد بسيطه وقلنا هذا المستقيم هو مستقيم دي كيف يأتي هذا المستقيم؟ يأتي موازيا، لماذا؟ موازيا يا أبنائي لتي، سوف نأتيه ب أمامكم ولاحظوا بأم أعينكم، ها هو أمامكم، أولا نجعله موازيا لتي، ها هو موازي ومطابق عليه، يعني بالتقريب، بالتقريب أبنائي ليس، أنها هكذا، ثم يبدأ، من ماذا يأتي؟ يأتي أكيد من النقص، من نبدأ بالصعود، هل يوجد حلول؟ لا. لا يوجد لا يوجد مع المستيقظ المنحني لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد الى غايه هذا المكان المجال مفتوح يعني هنا الا انه يعني في الاصل ادي منطبق عليه فقط ماذا نقول نقول ام يعني أخذ كل القيم التي ياخذها ايغريك يعني لا يحدث هنا اشكال ام أولا يأتي من ماذا؟ من ناقص ما لا نهاية يا أبنائي تذكروا قلت الآن يكون على هذا المحور يعني القيم على هذا المحور حتى هذه الكلمة فقط الآن ماذا ينتج؟ ينتج أنه آم يصبح من ناقص ما لا نهاية إلى غاية هذه القيمة كم؟ صفر مجال محلول مفتوح لا يوجد حلول فقط الآن آم يساوي الصفر هنا للمعادلة حلًا وحيدًا معدومًا. إكس كم يساوي الصفر؟ هنا في هذا المكان الذي أشير هنا. لاحظوا جيدًا. ثم يكمل سيره. لاحظوا كم يقطعه؟ أرى أنه يقطعه مرتين. مرة. ها هي مرة. موجبة. وها هي مرة كيف هي سالبة إلى غاية ماذا لاحظوا عفوا ها هو أمامكم إلى غاية ماذا ها هو يكمل سير إلى غاية الماء نهاية إذا أم ينتمي من الصفر مفتوح إلى غاية الزائد ما لأن عند الصفر أخذ حلا معدوما للمعادلة حلاني حلاني كيف هما مختلفان في الإشارة تقبل حلان ومختلفان في الإشارة بكل بساطة إلى غاية ماذا المنانية يعني لو تلاحظونها جيدا هذه المناقشة ها هو المستقيم كيف انطلق انطلق من ناقص مني وبدأ يأتي لا يوجد حلول لا يوجد حلول إلى غاية هنا كم صفر الآن صفر يوجد حل وحيد الآن يكمل كم حلان أحدهما موجب والآخر سلب إلى غاية ما لا نهاية هكذا فقط أبنائي وفي الأخير أتمنى قد أعجبكم الشرح كما لا تنسوني أرجوكم بالدعاء لي في هذه الأيام لأن والله جسمي قد تعب وأنا مريض جد مريض جدا لهذا أرجو منكم في صلواتكم أن لا تنسونا بدعائكم وجزاكم الله خيرا وزوروا موقع اللي هو صفحة الفيسبوك للأستاذ نور الدين ليصلكم جديدنا باستمرار وهدفنا هو فرحه الوالدين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته